احنا كده هننزل التالتة اللي هي الخانة دي. هنعرف هاتي اسم التكست بوكس ده ايه، هو ده اهو 78. ثانيا طبعا احنا قلنا ده تابع جدول 40، 40 نزل فيها دوت ودوت، هننزل هنعمل فيها ايتم. يبقى دوت هياخد اسم تكست شورت تكست مش مشكلة. سيف ونيجي هنا اهو، نتأكد أهم حاجة التأكد إن هو الاتنين دول يكونوا مخفيين، ده وده ده المرق بتاعه بيساوي نو وده بيساوي نو مش بشكل، وهنا الايتم ده ده بيتساب ده الايتم بيتساب، والخانة دي هيتضاف هنا دي. تاني حاجة هنعرف اسم اسم الصنف بالتعريف على الايتم. طبعا الايتم مش مدركة هنا، هنحاول ندركها. نزلت الماوس اهي، ده كده الجزئية بتاعة الماوس. بعد كده هنا العدد الدبل اللي هو الكمية دي هنعرفها ان شاء الله في الحلقة الجاية.